السلام عليكم تلاميذ الأعزاء، رجعنا معكم في الجزء الرابع. الجزء الرابع راح يهضر لي على آخر سرعة بإذن الله في هذه المتابعات الزمنية. هضرنا على سرعة التفاعل وعندها سرعة حجمية تاعها، هضرنا على سرعة التشكل وعندها سرعة حجمية تاعها، نهضر على سرعة اختفاء وعندها السرعة الحجمية تاعها. الاختفاء بما يهتم؟ هل يهتم بنواتج أو بمتفاعلات في معادلة كيميائية؟ متفاعل. جيد، في متفاعلات هما المختفية. النواتج كيفاش هيكونوا؟ متشكلة. متشكلة أو ظاهرة. هنا عندنا المختفية، إذا مش رايحين نحسبوا؟ 2 سرعة تفاعل الاختفاء. اختفاء، هضرنا على سرعة التفاعل تهتم بكاع المعادلة. سرعة الاختفاء تهتم غير بطرف واحد من المعادلة اللي هو المتفاعلات أو المختفية أو المواد المختفية. سرعة التفاعل، سرعة التفاعل بما تهتم؟ قلنا المتفاعلات. سرعة الاختفاء. سرعة الاختفاء بالضبط، هل تهتم بالإكس أو بكمية المادة المختفية؟ كمية المادة المختفية. كمية المادة المختفية، كيفاش نرمزو كمية المادة؟ إك ديال أن. أن مختفية، نخيرو كاش مختفية منها مثلا؟ أمانوك. أمانوكات مو هي المختفية. إذا التعريف في سرعة التفاعل قلنا هي سرعة هي مقدار تغير إكس بدلالة الزمن، هي مقدار تغير التقدم إكس للتفاعل بدلالة الزمن. هنا وش حتكون؟ مقدار تغير كمية المادة. طيب، هي مقدار تغير كمية المادة مختفية. طيب، المختفية مثلا الأمانوكات خلال الزمن. كيفاش انا رايحين نرمزو لها؟ كيفاش انا رايحين نرمزو لها؟ السرعة نورمال، سرعة التفاعل في صح. كي نبدا نخصص واش تولي؟ امان اوكات. اوكات تاع المختفي تاعي، لو كان هنا المختفي تاعي درست اف او اف او في اف او، لو كان المختفي تاعي ا في ا صح. بما يهتم قلنا التغير كمية المادة. بدي ان امان اوكات على دي تي. هذا عبارة عن واش؟ ميل وتر قاطع ولا ميل مماس؟ مماس. ميل مماس. الميل في هذه الحالة تاع المماس، احنا مادة مختفية، هذا المادة المختفية كمية تاعها راح تنقص ولا تزيد؟ تنقص. اذا الميل هذا راح يكون متناقص ولا متزايد؟ متناقص. حساب الميل تاع الدالة التألفية متناقصة يكون موجب ولا سالب؟ سالب. والسرعة هل تكون سالبة؟ سرعة جسم مثلا يتحرك هل تكون سالبة؟ لا. هل من الممكن أن نقول الإنسان أنا أتحرك بناقص 5 متر بار سكوند؟ لا أبسط، تسمك دائما السرعة موجبة. نفس الشيء في التفاعل، سرعة التفاعل، سرعة التشكل، سرعة الاختفاء دائما تكون موجبة. وكش حنديرو؟ بما أن الميل سالب تسبق بإشارة سالب ناقص، عادة سالب في عادة في إشارة سالبة وش حتولي؟ موجب. وهذا السرعة وش حتولي؟ أكبر من الصفر. من الصفر معناها موجبة. فهمتم من جهة الناقص؟ جيد. دونك هي مقدار تغير كمية المادة المختفية خلال الزمن. نروح دوكا إلى مثال. مثلا نقول لكم حساب ولا أحسب سرعة الاختفاء للفرد الكيميائي. في هذه الحالة شكون خيرنا؟ أمانوكات. أمانوكات مو عند اللحظة مثلا 2 مينوت، كمية المادة تنقص ولا تزيد؟ تنقص. عفوا، قدرة تنقص إلى قيمة معينة وقدرة تنقص إلى حد الإنعدام. إذا انعدمت معناها متفاعل خلاص معناها متفاعل محد. هنا وش حتكون؟ أسوأ حتكون كمية مادة نهائية أو كمية مادة ابتدائية. كمية مادة ابتدائية. دونك حنا رايحين هنا نديرو ان امانوكات، نختارو لها المليمول كوحدة. هنا راح تكون ان زيرو تاع امانوكات مو. هنا واش رايحين نديرو؟ الزمن تي
هذا نظام دائم علاش باسكو ثابت، وهذا نظام انتقالي علاش باسكو راهو متغير ولا نقولوا بصفه عامه راه رتيب راه ينقص. نخيرو تدريجات معينه، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة رايحة، صفر فاصل خمسة، واحد، واحد ونص، زوج، زوج ونص، إلى آخره. قالوا لكم عند تنين مينيمال، واش أنا رايحين نرسمو عند تنين مينيمال؟ تنين مينيت ميل، تنين مينيت، واش رايحين نرسمو؟ ميل مماس، المماس عند اللحظة تنين مينيت، تنين مينيت. هذه العبارة ولات روتينية، في كل حالة رانا نحسبو الميل تاع المماس. هنا الميل تاع المماس اسكو المسطرة نشدها هاك غطيت المنحنى ولا نحطها لتحت؟ تحت تحت. إذا دايما عند تنين مينوت مثلا نقطع المنحنى، نعرف عند من راه يقطع، ومن بعد نحاول نرسم المماس تاعي. طريقة رسم المماس واش قلنا؟ الزاوية اللي تكون من بالتقريب تساوي بالتقريب تساوي الزاوية اللي تكون من. دونك واش حنديرو؟ تتقاطع مع محور تراتيب، يتقاطع مع محور تراتيب. التراتيب من الأحسن، وش رايكم؟ أسكو ناخذ المثلث هذا اللي تحصلنا عليه مباشرة ولا نحن ناخذ مثلث واحد آخر؟ من الأحسن هي قادرة ناخذ وش نحب اللي تحصلنا عليه، اللي تحصلنا عليه مباشرة تهنينا منه هذا نخدمه به وما نزيدش نكسر راسي. حبيت ندي مثلث واحد آخر ندي هذا المثلث، متفاهمين؟ دوك حنا رايحين ندو، رايحين ندو هذا المثلث ونحسبوا له الميل تاعو. ميل المماس معناها نعاود نكتب القانون في تاع امانو كات موان تساوي ناقص مش ما ننساوهاش دي ان امانو كات موان على دي تي. رياضيا اسكو رانا نحسبوا دي ولا الدلتا؟ دلتا دلتا في، باسكو دي هي الاشتقاق، حنا رانا نحسبوا في الدلتا بالبيان. امان وكات واش تساوي؟ دلتا ان تاع امان وكات على دلتا تي. واش معناها؟ في امان وكات واش تساوي؟ ان تنين ناقص ان واحد على تي تنين ناقص تي واحد. لازم نشوف المنحنى تاعي شكون هو تي تنين شكون هو تي واحد، شكون هو ان تنين شكون هو ان واحد. نبداو بالزمن بالترتيب، هذا شكون؟ تي واحد. هذا شكون؟ تي اثنين. تي اثنين، إلى هذا تي اثنين شكون هي ان اثنين تاعو؟ زيرو. خبير راح طحنا مع نفسها مع الواحد، هذه ان اثنين. تي واحد شكون هي تي الان واحد تاعها؟ واحد فاصل خمسة وعشرين بخاسك بالتقريب. ما كنتش راح تخرج لهنا ان اثنين زيرو، ما ننساوش إشارة الناقص اللي راهي مسبوقة بلا كنت نساوها. نديرو ان تنين شحال راهي بالتقريب؟ راهي زيرو. ان تنين راهي زيرو. زيرو ان واحد بالتقريب واحد خمسة وعشرين. أربعة ناقص صفر. لو كان نحسبو هكذا يخرج سالب ولا موجب؟ سالب. كي نديرو هك؟ موجب. موجب. حاولو تحسبوها لي. واحد فاصل خمسة، واحد فاصل خمسة وعشرين قسمة أربعة بالفاصلة اس دي اس دي الوحدة. وش رايكم؟ ميلي مول على المينوت. ميلي مول على المينوت. شكون هي الوحدة الأساسية هنا؟ هي المول. حنا واش خدينا وحدة ثانوية؟ مينوت. شكون هي الوحدة الأساسية تاع الزمن؟ سيكوند. حنا خدينا وحدة أساسية ثانوية. إذا هذه وحدة ثانوية بالنسبة إلى سرعة الاختفاء، متفاهمين؟ نعم. جيد. دوكا تعلمنا احنا حساب سرعة الاختفاء، واش دوك لازم نعرفو؟ السرعة الحجمية. الحجمية السرعة، السرعة الحجمية اختفاء للاختفاء. سرعات الاختفاء قلنا هو مقدار تغير كمية المادة المختفية خلال الزمن، والحجمية بالنسبة للحجم هو مقدار تغير كمية المادة المختفية بالنسبة
للزمن في وحدة الحجم. الحجم. فكروني قد نعطيكم الوحدة هذه اللي راح تشمل كامل الوحدات اللي نسيت باش نذكرهم. اذا مش هي من القانون في في امان وكاد سرعة حجمية للفرد الكيميائي للمختفي واش تساوي؟ ناقص واحد. علاش؟ باسكو راهي تنقص واحد على في تي في توتال في دي ان امان وكات على دي تي. معناها هذه السرعة اللي لقيتها واش ندير؟ نقسمها على في توتال. في توتال الى عطينا لكم الحجم تاع الوسط التفاعلي اللي عطينا لكم في التمرين باش تلقاو السرعة الحجمية لاختفاء هذا الفرد الكيميائي. صح. كاين عبارة واحدة اخرى نقدروا نستنتجوها. نعلم ان يا جماعة الخير كمية المادة واش تساوي كيما في الاختفاء في التشكل؟ هي تركيز امانوكات مضروبة فاش في حجم الوسط الكل. التفاعلي ولا الحجم الكلي. اسكو نقدر نعوض هذه نص فساد صغيرة؟ نعم نحفظوا لها نفصوا منها. نعم نقدروا. واش راح تعطينا؟ ان في في امان وكات تساوي ناقص واحد على في توتال دي تركيز امان وكات موا في في توتال نغلق القوس على دي تي. في توتال ثابت او متغير؟ هل هو متغير؟ ثابت. ثابت يخرج من الاشتقاق باسكو عبارة عن ثابت. في توتال على في توتال في دي تركيز امان وكات موا على دي تي. واش نسينا؟ ناقص. ناقص علاش؟ باسكو راهو يتناقص. يتناقص في توتال على في توتال يختزلو. واش تبقى لنا؟ السرعة الحجمية لاختفاء النوع الكيميائي امان وكات ما هي؟ ناقص دي تركيز امان وكات تاع امان وكات على دي تي. على دي تي. حنا خدمنا بالامان وكات يقدر يعطيكم ام واي يقدر يعطيكم اس تي قوس من يد موا. المهم على حساب النوع على حساب الفرد الكيميائي المختفي. ناقص دي تركيز على دي تي. معناها السرعة الحجمية منين قادرين نخرج السرعة الحجمية للاختفاء؟ منين قادرين نخرجوها من البيان مباشرة؟ كيفاش قلت لكم نخرجوها كيعطونا مع عبارة كما هذه؟ بالتركيز بدلالة الزمن. تركيز امان وكات موا بدلالة الزمن تي. معناها في بلاصة اللي احنا الان واش يكون؟ تركيز الامان وكات وهنا عدى الزمن تي ما يتبدلش. هنا واش حيكون؟ التركيز الابتدائي تاع امان وكات موا وراح واش يصرالو؟ ينعاد. في هذه الحالة اللي اقترحناها ينعاد. نحبو نعرفو الوحدة نعاودو نولو لنا شوية. الحجم شنو هي الوحدة الأساسية تاعو ولا الشائعة؟ ما هي الشائعة؟ نروح نشري الحليب. نروح نشري واحد الليتر. ليتر حليب. معناها شنو هي الوحدة؟ الليتر. كمية المادة وشنو الوحدة تاعها الأساسية؟ مول. المول. الزمن شو الوحدة الأساسية تاعو؟ سيكوند. سيكوند واش معناها؟ واش حيخرج لنا الوحدة تاع الفي؟ مول. مول على على الليتر في سيكوند. هذوما مضروبين في بعض وهذوما مقسومين في الناقم في البسط. التركيز ما هي وحدة التركيز؟ هي المول على الليتر. وحدة التركيز هي المول على الليتر. والتي واش راح تكون؟ سيكوند. السيكوند. معناها واش حيولي لي الوحدة تاع الفي؟ مول على الليتر في السكوت. نفس الوحدة نفس الشيء هنا ميلي. هنا قلناها ميلي مول على الليتر. الفرق ما بيناتهم هنا كاين الليتر هنا مكانش. معناها هنا بوحدة الحجم هنا ماشي في وحدة الحجم. الحجم ان شاء الله تكونوا فهمتوا وتعلمتوا كيفاش تفرقوا ما بين السرع الثلاثة. كاين سرعة التفاعل، كاين سرعة التشكل، كاين سرعة اختفاء. كل وحده فيهم عندها السرعه الحجميه تاعها. ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذه الطريقه المباشره عندها القوانين الخاصه بها. اتقنوها، تحبوا تتعلموا عاودوا اشطف الفيديو عاودوا شحال مره كتبوا الرؤوس الاقلام الاساسيه اللي تحتاجوها. قوانين محفوظه ما لازمش تغلطوا في الوحدات.
هذه هي الطريقة المباشرة. الطريقة المباشرة تعتمد بزاف بزاف على واش، على رسم المماس في البيان المعطى، يا إما ترسموه يا إما نعطوه لكم، وإن شاء الله نتلاقاو في الجزء الخامس الطريقة الغير مباشرة. معنا رايحين نستعملوا مثلا منحنى تاع سرعة تفاعل ويخرج لي بها سرعة تشكل أو سرعة اختفاء، وهذه الطريقة غير مباشرة، معناها تعتمد على استنتاج العلاقات الرياضية. أترككم في رعاية الله وحده، والسلام عليكم.